غسان تعال مع شوي عمو. لوين؟ مشوار صغير ونرجع. بس ما بصير تروحوا بلا اكل. ستندع فينا من الاكل هلا، عنا مشوار ضروري. عمي ما بدي نروح معك لاطمن على عبير. اقول لك عبير بخير يعني بخير، امشي ما راح تندم. تعال. عن اذنك عمتي، ما بطول. مريم بابا. عم تبكي؟ لا يا بابا. بسام. فينك تتخبي عن كل العالم الا عني. لاني رح لاقيكي وين ما تكوني. وانا بهالظرف ما كان بدي اشوف حدا غيرك. خلاص عبير، لا تبكي. يا بابا بعد ما سلمتي حياتك ومستقبلك حسيت انه ما في احق منه بانه استلم سرك كمان. مشان هيك شبته معي لحتى اكون بجنبك. عبير احكي لي شو صار معك. احكي له بابا احكي له. انا فايت الجوع عمر كله متاكل. كنت خايف؟ عبير بعمره ما عرفت الخوف. ما في شي بخوف قد الموت. خفت كتير لما شفته مقتول. كيف شفتيه؟ مقتول مقتول وغرقان بدمه. شفت فيه جدي شاكر، شفت الموت على حقيقته. الموت شي بشع، شي بشع. كنتي رايحة تقتليه؟ لا لا، أنا كنت بدي أشوفه، بدي أشوفه وأحكي معه. تحكي معه؟ حدا بيحكي مع مجرم، مع قاتل؟ بدي أعرف ليش قتل، ليش هيك عمل بجدي شاكر، ليش ظلمني وظلم أمي؟ شو استفاد؟ شو أخذ من هالشي؟ مصاري. أبدا، مصاري جدي شاكر كانت كلها له. لو استنى شوي، لو استنى شوي كان أخذ أكتر بكتير. المجرم ما بده مبررات. ما بيصير، لازم يكون في سبب. ممكن يكون الحقد، الكره. لا لا أبدا، ما حدا حقد على أنور وكرهه قدي. بس ما قدرت أوصل لمستوى القتل. القتل شي مرعب، شي مرعب إنك تاخد حياة إنسان مهما كان. القتل فوق التصور، فوق العقل. لما بيختفي العقل ببلش القتل. يا بابا يلا الأكل صار جاهز، تفضلوا. منك بالأول ونحن زعلنا من كمال، بس بالأخير قالت له فوت فتش البيت ودخلوا العناصر. مو معقولة كمال يزعل عمتي، أكيد ارتفع ضغطه. عمتك ما زعلت لأنه كمال فتش البيت، عمتك كانت زعلانة عليكي وكتير خايفة. بسام قوم وديني لعنده، بدي اشوفه وطمنه. وين وديكي؟ عادي هون احسن لك، بعدين بيحبسوكي. مو معقولة، مو معقول كمان ما رح يحبسني. كمال كمان ما بيعرف ابوه بالشغل. اول ما وصل نزار على البيت مسكوا ووقفوا. مسكوا نزار؟ من اول ما وصل. نزار ما له علاقة، انا اللي اخذته معي. نزار ما دخلوا ليش لحتى يوقفوه؟ مسكوا عنده مسدس بالبيت، وقفوا مشانه. أنا السبب، حتى المسدس ما خليته يجيبه. قوم بسام، قوم هلأ، بدك توديني لعنده. لوين بدي وديكي؟ عم قلك رح يحبسوكي. ما عم شي يحبسوني، يتركوا نزار. ما بيتركوا نزار، بيحبسوكي معه. يا رب شو الحل؟ خلص أنا هلأ نازل عالشام وبشوف شو القصة، بركي انحلت المشكلة ومسكوا القاتل. برجع بطمنك. لكن وين؟ ما بعرف، طلع هو كمان. لوين؟ خايف يكون راح يدلوا على محل عبير. مستحيل، نزار ما بيساويها. ساواها وخلص. طيب امشي نرجع على البيت، بلكي منلاقي هنيك. امشوا بوصلكم بلكي منشوفه. يلا
معقول؟ معقول يا نزار؟ معقول تخاف منه على عبير؟ يا عمتي أنا خايف إنك تضعفي وتحكي لكمال قوم يعملنا قصة. كمال هلأ راح من عندي، لا سمع ولا حدا راح يسمع. طيب عبير عند أبوها، أنا وديتها. وليش عند أبوها مو عند جدة تحسين؟ رحنا عند جدة وما لقيناه. شوفي عمتي أنا هلأ راح أبعث رامي يطمنه، لأنه أنا ما بدي أروح، بخاف يكون كمان مراقبني. ماشي روح، الله معك. ما بيان؟ إجا وراح، قال ما بيطول، بجوز يكون مارقن عندك عالبيت. امشي نشوفه. بدك لعنده؟ ليش بدها تنام برات البيت؟ طيب خذ معك تياب وبيجامة. طيب يلا جهزيهم بسرعة. يلا. مرحبا بسام. شبك؟ ليش ما عم ترد؟ ما في شيء الحمد لله منيح. كيف عبير؟ منيحة، قصدي إن شاء الله تكون منيحة. شو القصة؟ أنت بتاخد مدام هند على جنب وبتحكي معها، ونزار بيوقف الباب وبيقول لها مشي وبيمشي، فهموني شو القصة؟ نزار كان هون؟ أي نعم، وكمال كان هون، بس تحسين مانو مبين، وجابر مانو سألان، والبنت عم بتضيع، وأنا ماني عرفانة شو بدي أعمل، وأنتم ما حدا منكم عم بدور عليها. مين قال لك؟ كلنا عم ندور عليها. شو هاد؟ شو فيها هي الشنطة؟ ما فيها شيء، بس سام خد الشنطة وروح. لا، هي الشنطة أكيد فيها أغراض العبير وأنتم بدكم تودوا لها إياها، معناتها أنتم بتعرفوا وين عبير. يا جماعة، يا جماعة ليش عم تخبوا علي؟ ولك أنا أمها، ولك هي بنت قلبي، ولك خايفين عليها مني أنا؟ شبكن ساكتين ما تردوا؟ بسام خد الشنطة وأنا فهمها. لا، ما بتروح لحتى تقلي وينها عبير، وينها بنتي؟ خلص أنا بقلك، نحن خايفين يوصل خبر لكمال. وين بدها تكون يعني؟ يا عند أمها يا عند أبوها. شو؟ عند أبوها؟ طولي بالك، طولي بالك، كله بمصلحة عبير. شو عم تسوي لحالك هون؟ يا أهلا وسهلا بالخال، شرف. لا والله أفضل ما شرف، خلينا نروح لعند الست هند. الست هند الآن وطاير عقلها على العبير. شنتو؟ لك هذا عندي من امتى هو؟ من الصبح. ليش ما خبرتوني؟ خال انا ما دخلني، عبير ما بدي حدا يعرف وينها. حتى انا؟ انا رحت لعندك بالاول بس ما لقيتك. امشي. عمتك هند طاير عقلها وقلقانة وحزنانة، رح تموت عليكي. خال الله يخليك، وين بدك تاخذها؟ اذا كمان والشرطة دايرين عليها. لا يا ابني، كمال والشرطة مو دايرين على حدا، لأنهم عرفوا القاتل. صحيح جدو، ومين هو؟ عبد الحميد ودياب هن اللي قتلوا أنور. ايه، ومسكوهن؟ لسه ما مسكوهن، بس عم يلحقوهن، وأنا جماعتي من الصبح وراهن، كل ما قربوا بدهم يمسكوهن عم يفلتوا يهربوا. ونزار ليش موقفينه؟ لأنه مسكوا عنده مسدس غير مرخص، بكرة بيطلع. انت هلا امشي معي. خل بعد اذنك، يعني عبير ما رح تطلع من هون لحتى يمسكوا عبد الحميد، ونشوف شو رح يصير. طيب روحي لك، كانت تصلي بعمتك وطمنيها، ولا اقول لك خليكي انت هون ونامي عند ابوك بالبيت، انا رايح لعندها وبطمنها. لا جدو معلش خذني معك، ماني متعوده انام برات البيت. برات البيت؟ بيت مين يا بابا؟ انت هذا بيتك؟ هذا بيت أبوك. الليلة بتضلك عند أبوك، وبكرة أنا بحاسبك على اللي عملتي اليوم. شرفة، ليش زعلتي؟ أنت ما بتتأمن على سر، ليش لحتى تقول إني هون؟ عبير هي عمتك اللي تركت الدنيا من شانها. ولو كان، ما كان لازم تقلها. معك حق، كان لازم أعرف إنك ما بتأمني لحدا، حتى للناس اللي ربوكي. لوين رايح؟ راجع على بيتنا. أنا اللي لازم أزعل، أنا خايف بكرة عمتي بتخبر كمال وبيجي بيمسكني وبيحطني بالحبس وبترتاح مني على طول العمر. عمتك مستحيل تسلمك، لا لكمال ولا لغيره. بس أنا خايفة ومستقبلي ضاع،
رح ادخل السجن. انت بدك تصير حر، تحملني هالفترة، لا تتركني، خليني احمل منك ذكرى حلوة تسعدني وانا بالسجن. عبير شو عم تحكي؟ انا مستحيل اتركك، حتى لو انحبستي 100 سنة بستناكي. حكي مو شاطر غير بالحكي. انا ما بكذب وبعمري ما كذبت، ومش ها اثبت لك مستعد اتجوزك هلا. عبير تقبلي تتجوزيني هلا وانا بهالوضع؟ ايه بهالوضع. انت قولي ايه لروح جيب شيخ يكتب كتابنا، وبس تخلص المشكله بنتجوز. ما بعرف، بدي اسال بابا بالاول. انت قولي ايه. ايه بس وين بدنا نلاقي شيخ؟ الصبح، بكره الصبح الا ما يكون في شيخ بالضيعه يجوزنا. ايه اكيد بيكون في شيخ، والا شلون عم يتجوزوا بنات الضيعه؟ خير ان شاء الله. مين بده يجي بهالوقت؟ يمكن جده تحسين. لك بابا هلا راح يعني محله. انا بشوف مين. شوف عمو. بابا بدي اقول لك شغله قبل ما يرجع بسام. خير بابا شو في؟ بسام طلب يتجوزني. شو رايك؟ صارت قديمه يا بابا وانا موافق. لا بابا يعني هو قصده هلا يعني بكره الصبح. الصبح بكره الصبح؟ ايه. طيب وليش مستعجل؟ لا هو مو مستعجل، يعني شلون بدي اقول لك؟ هو مفكر اذا استعجل هلا بيقدر يطالعني من جو الحزن والخوف اللي عايشه فيه، يعني خصوصي هلا. وانتي موافقه؟ اذا ما عندك مانع. خلص يا بابا مثل ما بدك، بكره الصبح نكتب كتابك عليه.